باش نكونوا واضحين ما يقدر يوصل ليه حتى شي واحد. المهنيين ديال سيارات عجرة الى حدود اليوم كيعانيو من التداعيات ديال جائحة كورونا الى اليوم. كما كتابعوا معنا في اليوم هذه وقفه احتجاجيه سلميه اعلنتها المنظمه الديمقراطيه لمهني وسائقي سيارات الاجره من اجل الاحتجاج اولا والاستنكار لسد باب الحوار اولا مع الولايه، لان منذ اعلان حاله الطوارئ الصحيه والسيد الوالي قافل عليه يعني المكتب ديالو والمسؤولين على مستوى اللي ما كيتواصلوش مع المهنيين ديال سيارات الاجره. ثانيا كيجي بعد القرار الاخير تخفيض عدد الركاب، هذا القرار بالفعل خرج عن جلاء علميه وتقنيه اللي حنا لنا كامل يعني الثقه فيها، ولكن في نفس الان خصنا نفتحوا نقاش لان المواطن اليوم هو المتضرر والسائق المهني هو المتضرر. حنا كنقولوا كنعلنوها لا زياده في اثمان النقل، ما يمكنش اليوم نزيد عن المواطن البسيط، لان المواطن البسيط هو اليوم اللي كيستعمل هذه وسائل النقل ديال سيارات الاجره، اما المواطن اللي هو من درجه متوسطه او درجه اخرى عنده وسيله النقل ديالو الخاصه، كذلك ما كاينش تكافؤ الفرص، ان هاد 50% ما كنشوفوهاش على حافله النقل العمومي، ما كنشوفوهاش على النقل الحضري عفوا، ما كنشوفوهاش على التراموي، وما كاينش عمليات جذريه. واش هاد السيد الوالي قادر اليوم يجزر او يوقف هذه الحافله ديال النقل الحضري اللي كل ما تابعتوا بانها يعني ما كتحترمش 50% ديالها، ناهيك عن ان عده مشاكل متراكمه. هذه الوقفه هي نقطه افاضت كاس من المشاكل على مستوى عماره الدار البيضاء، والسيد الوالي اليوم بالقرار ديالو وبالتعليمات ديالو اللي اعطاها للمصالح الامنيه باش يتصداوا الوقفه في كل المداخل ديال ولايه الجهه، هذه رساله انه لا يريد ان يحل اي مشكل ديال سيارات الخشب. حنا مستمرون في الاحتجاج، مستمرون في التعبئه الى حين اننا ان هذا السيد الوالي كمسؤول على القطاع كعامل عماره الدار البيضاء يستجيب للمطالب ديالنا المشروعه والمعقوله. حنا ما عندناش اشكال مع المصالح الامنيه، دائما حنا في تواصل مع المصالح الامنيه ومصالح الدرك الموجهه الدرك الملكي. الامن عنده تعليمات عند السلطات المحليه لابد انه ينفذها، ان ممنوع اي تاكسي يوصل لحد الولايه، وهما الطاكسيات وصلوا لمداخل الولايه الاحتقان. شوفوا لا سيركيلاسيون كيفاش دايره، شوفوا المصالح المواطنين كيفاش تعطلات. واش كنا محتاجين لهذه الملحمه هذه؟ لو كان الوالي مسؤول انه يستدعي النقابات ويوقف مع المشاكل ويلقى الحلول، لانه تما منصب من طرف صلاله الملك باش يلقى حلول لكل الفئات المتضرره. هذه رساله كيوجه لنا الوالي بطريقه غير مباشره، وحنا كنقولوا احنا مستمرين في النضال ديالنا، مستمرين في التعبئه ديالنا، مستمرين وسنعلن على اشكال احتجاجيه اخرى في القريب العاجل ان شاء الله.